بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بكم. لو عندك مجموعة من ملفات PDF وعايز تدمجها في ملف واحد تابع معنا الفيديو، ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة. اهلا بكم من جديد. في فيديو سابق عرفنا ازاي نقدر ندمج ملفات البي دي اف عن طريق الموبايل، وتحديدا عن طريق برنامج كام سكانر. هسيب لكم ان شاء الله رابط الفيديو في الوصف اسفل الفيديو وكمان فوق في الدائره البيضاء. النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي ندمج ملفات بي دي اف اسهل واسرع طريقه. لو انت مثلا عندك اربع ملفات او اكتر زي مثلا الملفات البي دي اف اللي عندي دي وعايز تدمجهم في ملف واحد، طبعا الافضل ان انت تسمي الملفات عشان تعرف توصل لها وترتبها بسهوله. الطريقه ان شاء الله هتكون كالتالي. هنروح نفتح مع بعض موقع اسمه اي لاف بي دي اف، انا بحب البي دي اف. هسيب لكم برضو ان شاء الله رابط الموقع اسفل الفيديو في الوصف. الموقع ان شاء الله سهل جدا وفيه مميزات كتير زي ما احنا شايفين كده. هنلاقي مثلا هنا سبليت بي دي اف لو انت عايز تقسم ملف البي دي اف، هنا مثلا بي دي اف تو وورد لو عايز تحول ملف البي دي اف لوورد، وغيرها من المميزات والامكانيات. احنا كل اللي محتاجينه النهارده ميرج بي دي اف، يعني دمج ملفات البي دي اف. فهضغط ضغط على ميرج بي دي اف، هيظهر معايا الصفحه دي. هنا بيقول لي سيلكت بي دي اف فايل، يعني اختار ملفات البي دي اف. هضغط على سيلكت بي دي اف فايلز، هتظهر معايا نافذه بمحتويات جهاز الكمبيوتر. طبعا بروح على المكان اللي فيه ملفات البي دي اف اللي انا عايز ادمجها، وليكن مثلا انا عندي الملفات على سطح المكتب. طبعا هنا لو ضغطت على اول ملف هيظهر لي في الجنب اللي على اليمين ده معاينه للملف عشان اتاكد ان هو ده الملف اللي انا عايزه. تمام كده، مثلا دي الصفحه الاولى. وطبعا زي ما قلنا لحضراتكم الافضل ان انا بكون مسمي الملفات دي علشان اقدر اوصل لها بسرعه. طبعا لو انت عايز تحدد الملفات دي كلها مع بعض، هضغط من لوحه المفاتيح على زرار كنترول واثبت ايدي على زرار كنترول واختار بقيه الملفات، وانا برضو مثبت ايدي على زرار كنترول هضغط على الملف الثالث والملف الرابع وهكذا، وبعد كده هضغط على اوبن. طبعا هنا فعلا جاب لي الملفات الصفحه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. طبعا هنا لو ناخد بالنا هو بيرتب الملفات من الشمال لليمين، فلو جينا خدنا بالنا كده هنا الصفحه الاولى، بعد كده جاب الصفحه الثالثه، بعد كده الثانيه، بعد كده الرابعه. طبعا هنا الترتيب مش مظبوط. طب دلوقتي لو انت مثلا عندك ملفات كتير هتلاقي ملفات مترتبه زي ما قلنا من الشمال لليمين ومن فوق لتحت، يعني ايه؟ مثلا ادي الصفحه الاولى هنا من اول واحده على الشمال، والثانيه بعدها، والثالثه والرابعه، وبعد كده الخامسه اول واحده من على الشمال. طب نرجع لموضوعنا، هنا الصفحات مش مترتبه. بمنتهى البساطه ازاي اجيب الصفحه الثانيه مكان الثالثه؟ هضغط واسحب. يبقى انا ضغطت على الصفحه الثانيه واسحب واحطها المكان اللي انا عايزه واسيب الماوس، واخر خطوه هدوس على كلمه اسمها ميرج بي دي اف او دمج ملفات البي دي اف. طبعا هستنى شويه لغايه ما يعمل ميرجنج او دمج لملفات البي دي اف في ملف واحد. هنا بيقول لي خلاص الملفات البي دي اف تم دمجها، كل اللي عليا هضغط على كلمه داونلود ميرجد بي دي اف، يعني نزل ملفات البي دي اف التي تم دمجها. هضغط على كلمه داونلود. طبعا لو انت عندك برنامج تحميل هيظهر معاك الشاشه دي، لو ما عندكش برنامج تحميل الملف هيتحمل في الجزء اللي تحت. طبعا لو ضغطت على الثلاث نقط دول اللي هي استعراض اقدر احدد مكان الملف، واقدر كمان اغير اسمه عشان اقدر اوصل له بسرعه. انا هنا عايز احفظ الملف وليكن على سطح المكتب او الديسكتوب. تعالى بقى هنا نغير اسمه. طبعا انا لما اجي اغير اسمه بسيب اخر مقطع في الاسم اللي هو النقطه اللي هي الدوت والبي دي اف، لكن بقيه الاسم ده ممكن اغيره عادي خالص لو ضغطت وسحبت عليه، واكتب الاسم اللي انا عايزه. نكتب مثلا ملف نهائي او اللي انت عايزه. يبقى احنا حددنا المكان والاسم، وطبعا قلنا بنسيب النقطه اللي هي الدوت وكلمه بي دي اف عشان ده الامتداد، واضغط في الاخر على سيف وادوس على بدء التحميل. طبعا هنا حمل معايا. لو انا نسيت انا كنت حافظ الملف فين هضغط على كلمه فتح المجلد، هيودينا على طول على المكان اللي انا حافظ فيه ملف البي دي اف. هنا فعلا فتح المكان اللي انا حافظ فيه اللي هو الديسك توب، وهنا نفس الكلام فعلا الملف بنفس التسميه اللي انا عملتها اللي هي ملف نهائي. لو جينا بقى ضغطنا على الملف ده مرتين نفتح الملف ونتاكد هل فعلا تم دمج الملفات وبالترتيب ولا لا، عشان نشوف الموقع شغال بطريقه سليمه ولا لا. هنلاقي فعلا الملف اتعمل بنفس الاسم اللي عملناه، وادي الصفحه الاولى. لو جينا نزلنا شويه وادي الصفحه الثانيه، ننزل كمان والصفحه الثالثه، وفعلا في الاخير الصفحه الرابعه. وبكده نكون قدرنا ندمج ملفات بي دي اف بطريقه سهله جدا وسلسه. بشكركم لحسن المتابعه. كان معكم محمد احمد حنفي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.